بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الفاضلة الدكتورة هنادي المباركي رئيس المؤتمر، السادة أصحاب المعالي والسعادة، السادة الرؤساء ومقرري الجلسات، السادة والسيدات المشاركين والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت بالدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر الافتراضي الخليجي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهو الملتقى الرابع الذي تقيمه شركة إيكو سيستم للاستشارات الإدارية بدولة الكويت برئاسة سعادة الدكتورة هنادي، والذي يهتم بملاحظة مؤشرات تطور الدول في مجال التكنولوجيا والابتكار للعمل على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وزيادة الإنتاج من خلال بحث عدد من المؤشرات الهامة في الابتكار مثل عدد براءات الاختراع ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير ومؤشر الابتكار في التعليم وغيرها من المؤشرات التي تعكس حجم الإنفاق على الابتكار في الدول المختلفة. لا شك أن الحياة على الأرض قد تقدمت من خلال ما أفاء به الله سبحانه وتعالى على مفكريه ومبدعيه من اختراعات وابتكارات وصناعات متعددة تجددت على مر الأزمنة المختلفة التي مرت على الحياة على كوكبنا. فقد لعب الابتكار أحد الأدوار الهامة والمؤثرة والفاعلة في تطور وتقدم الدول والمجتمعات، كما ساهم الابتكار مساهمة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أهدافها. وهنا ينبغي أن أضيف أن منظمة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والذي يشرفني أن أمثله كأمين عام، أن أقول إننا فطننا إلى أهمية الابتكار والإبداع في جميع مناحي الحياة، وأنشأنا من أجله مجلسا متخصصا يضم العديد من الهيئات والشخصيات البارزة عربيا في هذا المجال، ويكون أحد المجالس المتخصصة بالاتحاد. ويكون لي الشرف أيضا أن أكون مشرفا على أعمال هذه المجالس المتخصصة، والتي تساهم بفضل الله وتوفيقه في تقديم عصفا ذهنيا من العلماء والمتخصصين بتلك المجالس لتقديم الخبرات والمشورات للمنطقة العربية رسميا ومجتمعيا. ويهمني هنا أن أضيف أن المجالس التخصصية التي يضمها الاتحاد تتنوع طبقا لاحتياجات منطقتنا العربية، حيث تواكب التغيرات العالمية، ومنها المجلس العربي للطاقة المستدامة ومجلس تمكين أبحاث التنمية المستدامة بالجامعات الأفرو آسيوية والمجلس العربي للإبداع والابتكار، وأخيرا مجلس الأسرة العربية للتنمية. سيدات والسادة، حيث يشهد العالم حاليا تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، ونرى حرص الدول إلى استقطاب المبتكرين والمخترعين والمبدعين لتقدم لهم التسهيلات للاستفادة من ابتكاراتهم لدفع عجلة التنمية والاقتصاد. ونجد أن التكنولوجيا الرقمية من الابتكارات الحديثة التي استطاعت أن تنقل العالم نقلة هائلة من التطور والتقدم، وأصبحت عنصرا هاما في كل مجالات الحياة من تصنيع وخدمات وغيرها. وبالتالي فإن ذلك كله سوف يؤثر ويساهم بطريقة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكثيرا من الذكر أن العمل على تحفيز الباحثين في المجالات العلمية المختلفة وتقديم الدعم المستمر لهم والتشبيك بينهم وبين المؤسسات الرسمية في كافة المجالات للوصول إلى مخرجات تساهم في حل المشكلات الحالية في الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح أمرا ضروريا وهاما بكل تأكيد. وينبغي على الحكومات والهيئات الدولية والمجتمعية أن تمارسه لإحداث مجموعة التغيرات الجذرية المرجوة في المجتمعات لنهضتها في مجالات عديدة مثل الطب والرعاية الصحية والتعليم والنقل والزراعة والطاقة وتغير المناخ، حيث يمكن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أن تتدخل وتطور كل الاحتياجات التي تتطلبها حياة الإنسان على الأرض. سادات والسادة، موضوع المؤتمر غاية في الأهمية، فإنه يلامس غايات تبحث عنها الشعوب للارتقاء وتنمية مقدراتها في كل بلدان العالم.
ونحن في منطقتنا العربية أحوج ما نكون للأخذ بها وبسلاح العلم والابتكار وتسخيره من أجل أن نتقدم وندفع عجلة الإصلاح لتحقيق آمال شعوبنا. أشيد للمرة الثانية بسعادة رئيسة المؤتمر لاختيارها هذا الموضوع الهام، وأشيد بكل السادة الحضور من الأساتذة والعلماء والمتخصصين بمشاركتهم البناءة لنسبح جميعا مع تيار العلم والمعرفة لنصل إلى شواطئ الإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.